شكرا استاذ. نتحول الان لمتابعه اخر الاخبار في موجز الانباء مع سحر صبري. شكرا احمد ولميس، اهلا بكم الى موجز انباء الساعه. التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من كبريات الشركات الالمانيه المتخصصه في تصنيع الحفارات العملاقه. بحث اللقاء مدى امكانيه قيام الشركات بتصنيع وتوريد حفارات ضخمه لاستخدامها في عمليات حفر قناه السويس الجديده. كما التقى الرئيس السيسي باعضاء مجلس علماء وخبراء مصر التابع لرئيس الجمهوريه، واكد على تعظيم الاستفاده من الطاقات والعقول المصريه العامله في كافه هذه المؤسسات. كما التقى الرئيس السيسي أشرف العربي وزير التخطيط وخالد حنفي وزير التموين، حيث عرض الوزيران خلال الاجتماع مشروع إنشاء مدينة للتجارة العالمية بالقرب من ساحل البحر الأحمر، وقدم شرحا للفكرة الرئيسية التي تقوم على إنشاء مدينة عالمية للتجارة تضم 8 ثقافات مختلفة تمثل مجموعة من الحضارات مركزها مصر، بالإضافة إلى عدد من الفنادق والمراكز التجارية. وجه الرئيس بإعداد تصور متكامل لعملية التنفيذ، مؤكدا على أهمية المشروع لتوفير فرص عمل جديدة ومباشرة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين وإنعاش الحركة الاقتصادية بما يعزز من فرص نمو الاقتصاد القومي. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن لجنة تقسيم الدوائر في حالة انعقاد دائم للانتهاء من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل اجتماع مجلس الوزراء المقرر الأربعاء القادم. من جانبه أكد وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أن قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر سيصدر خلال أيام. في غضون ذلك أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بتشكيل لجان مراقبة رصد الوقائع التي تقع في دائرة كل محكمة ابتدائية بكل محافظة بالمخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب المرتقبة. أعلنت وزارة الداخلية الليبية أنها ألقت القبض على المتورطين في تفجيري مدينة شحات شرق ليبيا أثناء اجتماع لرئيس الحكومة عبد الله الثانية مع رئيس بعثة الأمم المتحدة برناردينيو ليو. من جانبها أدانت الحكومة الليبية المؤقتة لانفجاري واعتبرتهما بمثابة عرقلة للجهود الأممية لإحلال السلام في البلاد. كانت سيارتان ملغومتان قد انفجرتا قرب المجلس البلدي بمدينة شحات، مما أدى إلى إصابة 13 شخصا معظمهم إصابتهم طفيفة. أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قراره بمضاعفة عدد المستشارين العسكريين الأمريكيين في العراق يمثل مرحلة جديدة في الحملة ضد تنظيم داعش الإرهابي. من ناحية أخرى، أعلن مصدر بالجيش العراقي وصول قواته إلى وسط مدينة بيجي شمال البلاد في محاولة لكسر حصار تنظيم داعش لمصفاة بيجي النفطية. أكد أن القوات دخلت من الجنوب والغرب وسيطرت على حي التأميم ووسط المدينة بعد اشتباكات عنيفة. تعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات لوسط المدينة، واستخدمت قوات الأمن العراقية طائرات الهليكوبتر لمهاجمة عناصر التنظيم الذين يطوقون المصفى. ترأس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أول اجتماع للحكومة اليمنية الجديدة، وشدد على أهمية أن تعمل الحكومة من أجل خدمة اليمنيين الذين تحملوا المتاعب الكبيرة. وقال هادي خلال الاجتماع: لقد انتظر الجميع بفارغ الصبر تشكيل الحكومة التي خرجت إلى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسؤولية في ظروف مليئة بالتحديات. أكد هادي أن المرحلة القادمة لن تكون هينة ولا مجال للتراخي أو التسويف، وعلى الجميع استحضار مشروع الدولة المدنية الحديثة القائمة على الشفافية والحكم الرشيد والعدل والمواطنة المتساوية. ختام موجز الأنباء، وعودة مرة أخرى إلى أحمد ولميس، وهذا الصباح إليكم. شكرا لك سحر، نجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام. الحوار التالي اقتصادي يتعلق بالعلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية في إطار بها وفد من رجال الأعمال ويرأسهم مستشار الرئيس الأمريكي في هذا الوفد. بيشرفنا للتعليق والتحليل على هذه الزيارة، ما الذي سيعود على مصر من خلال هذه الزيارة، الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي. صباح الخير أستاذ عبد النبي. خلينا يمكن قبل بس ما نبدأ الحوار ونتكلم في هذه الزيارة والمرجو منها، نتابع هذا التقرير حول هذه الزيارة، زيارة هذا الوفد الأمريكي، لنبدأ بعد ذلك الحوار.
من أجل بحث فرص الاستثمار الأمريكي في مصر وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لدعم المبادرات الاقتصادية في مصر والتي تشجع على توسيع التجارة والاستثمارات الأمريكية، بدأ وفد اقتصادي أمريكي برئاسة ديفيد ثورن مستشار وزير الخارجية الأمريكي زيارة إلى القاهرة، يرافقه خلالها وفد كبير يضم 66 شركة من كبرى الشركات الأمريكية في زيارة لمصر تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها عددا من كبار المسؤولين ورجال الأعمال لبحث فرص الاستثمار في مصر. هذا الوفد هو أكبر وفد أمريكي اقتصادي يزور البلاد منذ ثورة يناير، حيث يستعرض خلال زيارته فرص الاستثمار الأمريكي في مصر وما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لدعم المبادرات الاقتصادية في مصر والتي تشجع على توزيع التجارة والاستثمارات الأمريكية، إضافة للتعرف على الأوضاع السياسية والاقتصادية في ظل اهتمام متزايد من المستثمرين الأمريكيين بالسوق المصري الذي يعد من الأسواق الواسعة. وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد بحث في وقت سابق مع رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعدد من ممثليها الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية الأمريكية القائمة في مصر وخططها للتوسع خلال الفترة المقبلة. كما استعرض المهندس إبراهيم محلب أهم التحديات التي تتم مواجهتها حاليا، مشيرا إلى أن الهدف الأول للإصلاح الاقتصادي هو توفير شبكة ضمان اجتماعي لتأمين هذا الإصلاح، كما نوه عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، موضحا أن مصر تقود الحرب ضد الإرهاب ليس فقط للدفاع عن نفسها ولكن لحماية المنطقة والعالم، مشددا على أنه مع استكمال خطوات خارطة الطريق ستتجه الأوضاع إلى المزيد من الاستقرار والنمو الاقتصادي. ومن مرة أخرى بنجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الكبير الاقتصادي. أستاذ عبد النبي، يمكن زي ما قلنا وزي ما ذكر التقرير، زيارة لوفد اقتصادي أمريكي، يمكن بعد زيارات وجولات ومباحثات سياسية جاء دور الاقتصاد، كيف ترى هذه الزيارة؟ يعني بالتأكيد هي الزيارة تعد أهم الزيارات التي، يعني مش عايز أقول خلال الفترة الأخيرة لكن على الأقل خلال العامين الأخرين. الوفد ده بيعتبر أكبر وفد اقتصادي أمريكي بيزور مصر، شخصيات رفيعة المستوى وبيأتي في مرحلة يعني قد تكون حرجة أو فارقة. الكل تابع طبعا مقام بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيارات المكروكية لاستعادة نوع من أنواع النشاط والتكامل مع روسيا وبعض الدول التي كانت محسوبة قادما على المعسكر الشرقي، يعني عمل زيارات لأوزبكستان وكازاخستان إلى أكثر من دولة، وواضح أن كان في خطط حقيقية موجودة لزيادة التعاون المصري الروسي على كافة المجالات، مش بس على المجال العسكري، لكن كان واضح حتى أن في طلبات روسية على الكثير من الصناعات والمنتجات المصرية. المعلوم أن في عدد غير قليل من المصانع الأمريكية بينتج فقط للسوق المصري، يعني ليس فقط في مجال السلاح لكن في بعض السلع الأخرى. رجال الأعمال كانوا بيمثلوا ضغط على الإدارة السياسية الأمريكية من أجل أن يكون لها موقف داعم لمصر في الأزمة، وخلينا نتكلم بصراحة في الأزمة التي بتمر بها. أعتقد أن كلنا سمعنا عن التلويح بإيقاف المعونة أو تقليلها أو غيره، واضح أن رجال الأعمال المرتبطين بالاقتصاد المصري تمكنوا من تحقيق النجاحات، وأعتقد أن زيارة الوفد الاقتصادي الأمريكي هو تتويج لهذه النجاحات. طيب بالنسبة للمجالات، يعني هو الأخبار بتقول أنه الوفد فيه 150 مدير تنفيذي من شركات مختلفة، يعني المجالات المتخصصين فيها هؤلاء والمجالات اللي بتحتاجها مصر هل مناسبة أو بتلبي الاحتياجات فعلا السوق المصرية؟ ومن الجانب الآخر مصر أو الشركات المصرية، هل الزيارة أو المباحثات بتتضمن أيضا يمكن عروض مصرية أو يعني مقترحات من الشركات المصرية أيضا للتصدير الولايات المتحدة؟ يعني واضح أن حضرتك وضعت يدك على الجرح حقا، وأعتقد أن السؤال نفسه بيحمل الإجابة. للأسف الشديد المؤسسات الدولية والشركات العالمية العاملة في كافة المجالات تعلم أن الموارد الاقتصادية المصرية أكبر بكثير جدا مما يتم الإعلان عنه. فرص الاستثمار كما يعني أجمعت كافة المؤسسات الدولية
فرص الاستثمار او العائد على الاستثمار او الارباح على الاستثمار في مصر بتعتبر ثاني اعلى نسبه ربحيه على مستوى العالم بعد البرازيل، واعتقد ان في الفتره الاخيره اصبحت مصر في المقدمه. الكل يعلم ذلك باستثناء المصريين، المصريين يتحدثون عن انهم فقراء، المصريين يتحدثون عن ان مواردهم لا تكفيهم، رغم ان اللي يعني من ينظر الى ما حدث في تمويل مشروع ازدواج قناه السويس يلاقي ان الاقتصاد المصري استجاب للرقم المطلوب بزياده على فكره 4 مليار جنيه في اقل من 8 ايام عمل، يعني معنى الكلام ان الاقتصاد المصري فقير او لا يمتلك الموارد ده كلام مش حقيقي، يعلمه الغرب، يعلمه الاستثمار العالمي، تعلمه المؤسسات الدوليه، وللاسف الشديد لا يعلمه المصريين. الوفد اللي اتى يعني في جزء كبير جدا من المتخصصين في القطاعات الزراعيه، في جزء ايضا في مجال التكنولوجيا وتصنيع ما يسميه بالصناعات الذكيه، في جزء اخر بالصناعه، لكن للاسف الشديد يعني الحكومه المصريه ودي حقيقه يعني لا تمتلك لا الخطط الاستراتيجيه ولا لديها حتى مشروعات لتسويقها او قابله لان تعرضها. يعني اذكر انا بعد احداث بعد ثوره 25 يناير جزء من المصريين لهم استثمارات كبيره، يعني لا اريد ان اذكر اسماء، اتوا الى الحكومه المصريه وقدموا خاتمتهم. كان الرد للحكومه المصريه ساعتها وما زال هي الردود حتى الان، نحن على استعداد لتقديم كافه التسهيلات وما تريدون، لكنها لم يعني كانوا ينتظرون اننا نحتاج قطاعات ذات اولويه محدده ومعروضه للاستثمار، وحتى المستثمر اللي جاي ده يلاقي دراسات جدوى تساعده انه راس المال المطلوب، العائد على راس المال، فتره استرداد راس المال. للاسف الشديد يعني انا اؤكد هنا ان الحكومه المصريه لا تمتلك ذلك، ومن هنا تخوفي من ان تاتي هذه الزياره كنوع من الزيارات البروتوكوليه لا يتمخض عنها اتفاقات حقيقيه وبس، وفقط يضمن المصنع الامريكي المرتبط بالسوق المصري استمرار تدفق سلعه الى السوق المصري كما كان. طيب استاذ عبد النبي اسمح لي ان انا اربط بين نقطتين حضرتك اشرت ليهم، المساله انه الحكومه لا تملك استراتيجيه، والنقطه الثانيه اللي المصريين بيمتلكوا مليارات ظهرت في مشروع قناه السويس. الحقيقه ده يمكن بيكون اذا كان صحيح عكس ما يحدث في الدول الاخرى، ان الدول الاخرى حتى الدول الصناعيه بيكون المواطنون فيها على قد حالهم، والدوله هي القويه والدوله هي الغنيه، وبذلك يمكن ان تقيم المرافق وتفعل كذا وكذا لانها بتحصل ضرائب وبتصبح قويه اقتصاديا، ولكن المواطنين على قد حالهم. هل دي المشكله اللي في مصر؟ وانه ممكن الاساسيه اللي موجوده في مصر ان الشعب غني جدا، الموارد كثيره جدا، يعني مش عايز نحصي بعض الموارد المهدره، يعني مش عايزين يعني قريب لما كان رئيس الوزراء بيتكلم عن الباعه الجائلين اكتشف ان في شارع بورسعيد عدد غير قليل من الجراشات المملكه للحكومه تقدر بمليارات يعني تتخيل بلاش ده. لما الدكتور احمد جلال تولى وزاره الماليه وبدا يتحدث عن حزمه تحفيزيه، اول بس ما حط ايده في البنك المركزي لان كان في حاجه اسمها وديعه مقدارها حوالي 9 مليار دولار، 9 مليار دولار وصلت حوالي 63 مليون جنيه مصري. يعني من يبحث مجرد البحث يعني ده كانت اول عمليه بحث لقى فيها 9 مليار دولار اللي هو احنا منتظرينهم، يعني منتظرين من المؤتمر الاقتصادي اللي كان المفروض يحصل في 21 وللاسف الشديد تم تاجيله، كنا مستنيين 10 مليار. يعني انت في مجرد بحث هنا، طب ايه بقى اللي بيخلي الدول المتقدمه متقدمه واحنا متخلفين؟ هو الجزء اللي حضرتك بتقول عليه، الافراد بيثقوا كثيرا جدا في الدوله في مؤسساتها، عندهم ثقه بان اموالهم اللي موجوده سواء بقى في الخزائن او تحت البلاطه او في جيوبهم وجودها في القطاع المصرفي بتدر عليهم عائد وبتشارك في زياده الاستثمار وفي حركه الرواد، وفي نفس الوقت يستطيعون الحصول عليها وقتما يريدون. لكن احنا عندنا يعني عندنا ما زالت مساله الثقافه المصرفيه، مساله الثقه في المؤسسات غير موجوده، يعني جزء غير قليل من المصريين يفضل ان يحتفظ في بيته او في خزائنه بجزء من النقد للطوارئ، يعني هو برغم ان احنا دلوقتي عندنا الكروت الذكيه وعندنا امكانيات السحب من البنوك في اي لحظه وفي اي وقت ومنتشر في كل الاماكن، لكن هذه الثقافه لم تصل للمواطن المصري، والثقه في المؤسسات نفسها حتى الان ما زالت
مفقودة ما بين المواطن وما بين الدولة. هنا بقى طب إيش معنى في مشروع قناة السويس الثقة وجدت؟ كان في قدر كبير جدا من الشفافية، يعني عندما تم الحديث عن مشروع ازدواج قناة السويس كان الكل يرى المشروع، المشروع موجود عيانا بيانا، هذه هي القناة، هذا هو المخطط، سوف يبدأ في توقيت معين وسوف ينتهي في توقيت معين، والعائد على رأس المال المستثمر موجود بالنسبة لشهادة الاستثمار. من هنا الثقة أصبحت موجودة. عشان كده لما حتى محافظ البنك المركزي قال إن خرج ما يقرب من 28 مليار جنيه من خارج الجهاز المصرفي المصري ككل، يعني اللي احنا بنقول عليهم من تحت البلاط، يعني أو من الموجودين في الخزائن أو اللي الناس خايفة تحطهم في البنوك. لما بنقول إن احنا عندنا نجاح مهم جدا لكل أشد بيه، سواء يعني لم يعترض أحد على أن ما تم في مشروع قناة السويس هو إنجاز بكل معنى الكلمة، وأن الثقة كانت موجودة ما بين الشعب وما بين الحكم وما بين المؤسسة. هنا أنا بسأل لماذا لا يتم استثمار هذا النجاح من أجل اللي احنا بنقول عليه بقى اخراج الاموال الموجوده بعيدا عن الاستثمار من اجل الاستثمار؟ ليه احنا قاعدين نتكلم على مؤتمر اقتصادي ننتظر منه 10 مليار دولار؟ احنا ممكن لو دورنا في الشوارع زي ما حضرتك قلت الجراجات، ما هي دي بقى الفكره. يعني بعيدا عن قصه اشراك الافراد وتخريج الفلوس من تحت البلاطه وما الى ذلك، يمكن في ثقه مفقوده على مدار سنين في حاجات كتيره جدا، بناء جسور ثقه وما الى ذلك، لكن اداره الدوله لمواردها، موارد الدولة اللي موجودة، يمكن لو شفنا في كل شارع وفي كل زقاق في مصر فيه هيلاقي فيه كنز. يعني ايه اللي مانع بوضع استراتيجية شاملة؟ احنا بنقول هو جزء مهم جدا برضو، يعني ايه يعني نتحدث عن الحكومة الموجودة، يعني الكل يعلم تطور الحكومات من بعد 25 يناير. عدم وجود حكومة سياسية بالمعنى الحقيقي، يعني حزب سياسي قدم نفسه وقدم برنامجا وبناء عليه تم انتخابه من الشعب وشعب أولى ثقته، ومن هنا الشعب بيبدأ يختبره هل هو سوف ينفذ ما وعد به أم لا. اللي بيحصل عندنا إن الحكومات أتت بقرارات هي الآن حتى الآن لا يوجد عليها رقابة حقيقية، ولذلك هي تعمل لحظة بلحظة، يعني غير قادرة على أن تنزل إلى الشوارع وتطلب من المواطنين مساعدتها لاسترجاع الأراضي المنهوبة منها، غير قادرة على أن توعي الفرد العادي بأن صارخ التيار الكهربائي. بس هي مش محتاجة تنزل، يعني هي لو حطت قوانين صارمة ونفذتها على الأرض، ما هنا هي الأول تبقى هي مش ما عندهاش الداتا ولا المعلومات اللي بيقول إن عندها حجم الثروة كبير جدا، فمن هنا هي مسروقة. ده البحث ده نفسه هو مش موجود. انا بقول لك احنا بنتكلم ليه؟ ان الاول ما نزل رئيس الوزراء يتكلم لقى عدد كبير جدا من الجراجات، يعني ده حكومي، يعني ده لو كنا احنا مأجرينه كان ادى للموازنه العامه بكده. النهارده برضو ما بيجي يتكلم على التهرب الضريبي، وده قضيه خطيره ومهمه جدا. من سنه 96 وهم بيقولوا ان حجم التهرب الضريبي وصل لما يقرب من 26 مليار جنيه. لحد النهارده من 96 لحد النهارده حد يقول لي قضيه تهرب ضريبي كبيره تم تقديم فيها احد للمحاكمه؟ لم يتم. طيب. دي نقطة الحقيقة، يعني حضرتك أنا كنت عايز أسأل على النقطة دي، مسألة الضرائب، لأنه يعني إذا كانت حتى بتعتبر من الظلال الحمراء، لكن معروف أن الدول حتى الصناعية، يمكن اليابان على سبيل المثال، هي مورد الدولة كلها بالنفقات بأسلحة بكله، هو حصلت الضرائب فقط، يعني 100% من الضرائب في المجتمع المتحضر. لكن يعني احنا لسه جريمة كبرى، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية يعني قد يفرج عن القاتل لكن لا يفرج عن المتهرب من الضرائب. الحد الادنى للعقوبه احنا بنتكلم عقوبه يعني سجن مدى الحياه. هنا انا عايز اقول لما نيجي نتكلم على عقوبه التهرب الضريبي، حتى لو كان نص عليها في القانون، احنا بنتكلم على سنه الى 3 سنين او الى 5 سنين او لغيره، لكن لم يتم حبس اي مواطن مصري او اي رجل اعمال او لتهربه من الضرائب. ومن هنا الاحساس بأن التهرب من الضرائب جريمة ممكن أنها تؤدي إلى مصادرة المشروع أو تؤدي إلى سجن المتهرب مدى الحياة، ده غير موجود. فمن هنا عدد كبير جدا من العاملين في هذا المجال يفضلوا أنهم، يعني مش عايز أقول، يسلكوا طرق أخرى غير أن يدفعوا ما عليهم من ضرائب. في إجراءات كثيرة اتخذت في الفترة الأخيرة، هل تعتقد أن احنا يعني بدأنا الطريق الصحيح وإن شاء الله يبقى في خطوات نحو تفعيل هذا؟ يعني هو بالتأكيد أنا أعتقد أن وجود برلمان منتخب، وده اللي أنا بأتمناه، يعني القوى السياسية المصرية، احنا بنتكلم يعني مش عايز أقول أن احنا عندنا 80 مليون مواطن مصري، عندنا حياة سياسية موجودة منذ فترة طويلة، عندنا إلى حد كبير جدا
لا توجد اقليات ولا يعني ولا اعراق ولا لما يكون احنا في خلال 3 سنين مش قادرين نستقر على برلمان حقيقي وما عندناش ثقه في رجل الشارع ان هو يقدر يختار بحق وحقيقي، فاحنا هنا عندنا قصور. برضو يعلم الجميع، يعلم الجميع ان كل وكالات التصنيف سواء بقى التصنيف الائتماني او حتى التصنيفات الدوليه للاقتصاد المصري عندما تتحدث عن ما يسمى بالاستقرار السياسي. الاستقرار السياسي ده على بدايته رئيس منتخب بانتخابات حره مباشره، برلمان منتخب بانتخابات حره مباشره، وحكومه مكلفه مسؤوله امام برلمان. يعني النهارده لما احنا بنتكلم على وفد رجال الاعمال الامريكان اللي موجود، اذا اراد ان يستثمر وهو يعلم ان الحكومه تستطيع ما بين عشيه وضحاها ان تغير القوانين الموجوده ولا يوجد من يلجا اليه، يعني وجود البرلمان لما بيبقى فيه تشريع البرلمان بيناقشه هو، حتى بقى لو في مستثمر حس ان التشريع ده ممكن يضر او ممكن هو نفسه ممكن يعني يعمل ضغط، يعمل تفاهمات. لكن لما يبقى المساله منوطه بشخص او هو حتى ممكن القانون والتشريع يتم اعداده والى اخره بدون حتى الاعلام يعلم عنه ولا المستفيدين او المضرورين يشاركوا فيه، وفجاه يبقى النهارده هو كان بيعمل في ظل قانون معين وبيحصل على حوافز معينه في بعدها بيوم مباشره يتم تغيير هذه القوانين. صحيح البعض بيقول ما هي الاستثمارات القديمه هتبقى قاطعه للقوانين الجديده، لكن من ادرانا ان التشريع الجديد لن يلغي التشريع القديم. من هنا احنا بنقول خطوات على طريق مؤكد، يعني كل من تابع حالة تصنيفات الاقتصاد المصري بمجرد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يلاقي ان في اعداد كبيره جدا من التصنيفات بدات ترتفع. الان يعني ما بيجي نتكلم على المؤتمر الاقتصادي يكون يعني كانت مصر تعول عليه كثيرا، وانا اعتقد ان انا كنت هنا كنت بتكلم بقول احنا عندنا موارد ذاتيه، اتمنى ان احنا نبقى مهتمين بالموارد الذاتيه اكتر من اهتمامنا بما قد ياتينا سواء بقى في شكل اعلانات او استثمارات. يعني عندما تم الاعداد لهذا المؤتمر الاقتصادي كانت اسعار البترول بتصل الى 110 دولار للبرميل، النهارده بنتكلم في 85 80 و70. يعني حتى في كلام عن ان الدول العربيه الصديقه اللي كنا ننتظر منها، لا اقول منح ولا هبات ولا مساعدات، لكن كنا ننتظر منها استثمارات، البعض يقول ان موازنتها سوف تعاني عجزا يقترب من 8% خلال العام 2015 2016 بسبب الانخفاض في اسعار البترول، نتكلم على انخفاض يقرب من 30% في اسعار البترول. طب لو استمر هذا الانخفاض يبقى الدول التي ننتظر منها استثمارات لن تأتي بهذه التعهدات. طب اذا كنا بنقول ان الاقتصاد المصري اخرج ما يقرب من 60 مليار دولار مليار جنيه في اقل من 8 ايام، والمصريين اللي عاملين في الخارج يعني مقارنه ب 2011 و2013 ضاعفوا تحويلاتهم بما يقرب من 100%. يعني قبل 2011 كنا بنتكلم في حوالي 4 إلى 5، في 2011 اتكلمنا في 8، 2012 اتكلمنا في 9، النهارده بنتكلم في يعني وصلت في بعض الاوقات الى 22 مليار دولار، النهارده بنتكلم في 18 مليار دولار. طب يعني بتتكلم على رجال اعمال برضو وطنيين ومستثمرين وطنيين مدوا يد العون للحكومه. يعني فهنا احنا بنقول طب اذا كنا نمتلك هذه الموارد لماذا لا نستطيع ان نوظفها بالشكل الحقيقي؟ النهارده الكل يعلم ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا هي مشكله المصانع المتوقفه والتي تزيد كل يوم. عندنا مشاكل هروب الاستثمارات سواء بقى يعني مش عايز اتكلم عن الاستثمارات التركيه التي بدات تصفي اعمالها نتيجه لخلافات سياسيه، لكن في مستثمرين مصريين هم كمان لظروف معينه ولظروف عدم اليقين بداوا يصفوا اعمالهم. طب لماذا لا نجلس؟ طيب هنرجع، اسمح لنا يا استاذ عبد النبي نرجع لموضوع الوفد الامريكي. الوفد موجود لمده 4 ايام، طبعا ده مش اخر وفد ولا اول وفد، لكن لو نظرت لما يحدث خلال الزياره والمحادثات ما هي المحاذير اللي المفروض ان يتم التحسب لها سواء من جانب الحكومه او من جانب رجال الاعمال المصريين لاي اتفاقات تعقد؟ لا انا شخصيا لا يوجد عندي خطوط حمراء في هذا الامر على الاطلاق. يعني الاتفاقات او التعاون ما بين رجال الاعمال المصريين والشركات المصريه، وكما قلت لك هو جزء منهم يعمل خصيصا للسوق المصري، فهنا مش جداد. يعني هم هؤلاء ليسوا جديدين على السوق المصري، وكانوا اتوا يعني خوفا من ان يتم التحول الاستراتيجي في العلاقات ما بين ان تكون حليف الاستراتيجي هي الولايات المتحده الامريكيه الى روسيا، ومن هنا كانوا يخشون ان يبقى في تعاون اكبر ما بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الروسي. من هنا انا لا اعتقد ان هنالك اي نوع من انواع التخوفات، ويستطيع الحكومه المصريه ان تعقد كافه الاتفاقات التي تراها ما دامت في مصلحتها. وانا اعتقد ان زياده التعاون ما بين مصر وامريكا يعني هو بالفعل قائم، زيادته انا اعتقد لا توجد عليه
محاذير. انا شخصيا برضو لا اعتقد انه توجد عليه خطوط حمراء. نحن نحتاج الى كل الاستثمار. طيب عكس المحاذير بقى ايه الاشياء اللي هي الايجابيه المفروض ان هم يتنبهوا؟ انا شخصيا بقى اتمنى ان يتم، احنا زي ما احنا بنتكلم احنا عندنا ثلاث مشاريع اساسيه ومهمه جدا معروضه للاستثمار، صحيح الخطط بتاعتهم غير واضحه، لكن بنقول احنا عندنا ما يسمى بمحور تنميه قناه السويس، واللي بيعتقد ان في مارس هيتم الانتهاء من مخطط المنطقه. انا اتمنى ان يكون للحكومه المصريه رؤيه في جذب المزيد من الاستثمارات الامريكيه لاقامه المنطقه اللوجستيه من جهه، واعتقد ان الجزء الاخر والمهم جدا هو اقامه ما يسمى بقى بالمنطقه او المنطقه الغذائيه الكبرى او اللي تم الحديث عنها من ان تكون اقامه مجموعه من الصوامع العملاقه من اجل تخزين القمح والمواد الغذائيه والمحاصيل الزراعيه الغذائيه. وهنا امريكا معروف انها اكبر دوله كمنتج للقمح، ومصر اكبر مستورد للقمح. لو تم نوع من انواع التعاون في اقامه مثل هذه الصوامع واللي اعلن عنها وزير التموين وتورعها رئيس الوزراء اكثر من مره، اعتقد ان هنا دي اهم الاشياء اللي ممكن يتم الاستفاده بها. دي مشروعات جديده تحتاج الى استثمارات، تحتاج الى تكنولوجيا، واعتقد ان لو تم فيها التعاون فالفاقد في سواء بقى في اسلوب تخزين القمح او المحاصيل الغذائيه الاخرى، اعتقد انه هيبقى كبير. المنطقه اللوجستيه في منطقه قناه السويس اعتقد سوف تكون داعما لتقليل اي نوع من انواع من انواع الازمات في الوقود ممكن. وهنا ان احنا عملنا نوعين، يعني زودنا التعاون وزودنا الاستثمارات، ومنها حافظنا على الامن القومي المصري، لان كما نعلم ان وجود ازمه في الوقود ده شكل واعتقد كانت السبب في ازمات كثيره جدا. وجود مشكله في الحبوب او في الغذاء او في رغيف الخبز ممكن يحصل ده امن قومي فعلا. طيب يمكن على ذكر واحنا بنتحدث عن التعاون الخارجي والاستثمارات الخارجيه وما الى ذلك، كان في خبر في الاهرام النهارده ان محلب بيبحث مع رئيس الجايكا اليابانيه زياده الاستثمارات وما الى ذلك. كان معانا ايضا الاستاذ عصام الكاشف من وكاله انباء الشرق الاوسط كان بيتحدث ايضا يمكن ان في مش اهمال بس يعني ما فيش توجه قوي لاتجاه اسيا، يعني يمكن في الثقل في الاتجاه الاخر اتجاه مثلا اوروبا والولايات المتحده وما ذلك في محاولات لزياده الاستثمار. بنشوف استثمارات تركيه زي ما حضرتك قلت بتغادر. هل هيبقى في اتجاه مثلا التوجه نحو اسيا في المرحله القادمه يعني مع هذه الزياره وما ذلك؟ يعني انا شخصيا اتمنى ذلك، وبل حتى اتمنى ان يبقى في نوع من الزياده او الفعاليه في التعاون ما بين ما نسميه بشمال وجنوب البحر الابيض المتوسط. يعني برضو كانت زياره الرئيس الوزراء اليونان ورئيس قبرص، يعني اعتقد ان مصر لديها فرص كثيره جدا. لكن المشكله كما قلت ان اسلوب تشكيل الوزارات خلال المرحله الاخيره اتى على غير النظام الذي يتمناه الجميع. ومن هنا هي الحكومه شخصيا رغم ان فيها كفاءات وناس بتشتغل بشكل فردي وبشكل شخصي، لكنها لا تملك الرؤيه المتكامله لكافه المجالات، ومنها نوع من انواع التعاون على المستوى الاقتصادي الدولي ككل. ومن هنا عندما ياتي يعني النهارده اتى وفد امريكي، يعني لم يسعى المصريين لجذبه، لكن كانوا هم بيسعوا لزياده التعاون مع الاتحاد مع روسيا. ده بيخلينا برضو يعني نعمل بالمرحلة ولا يعني نستغل أو نستثمر هذه النجاحات. لكن في ظل وجود حكومة مكلفة، يبقى حتى لما يكون حزب أو مجموعة أحزاب بيبقى عندهم رؤية في العلاقات الاقتصادية الدولية، رؤية في التعاون الدولي، رؤية في جذب الاستثمار. ده أنا أعتقد أن الحكومة مفتقدة. نعم. طيب أستاذ عبد النبي، يعني سؤال أخير يعني قبل ما نتابع أخبار الاقتصاد، مسألة التنويع، يعني وفد أمريكي مرة، وفد روسي مرة، وفد يوناني مرة، وفد كذا، يعني في وجهات نظر أحيانا لرجال الأعمال بيقولوا أن مسألة التنويع دي يمكن تتوه أو ما تكونش في صالح المستهلك المصري، لكن يمكن الأغلب بيقول أن دي شيء إيجابي وبيوجد تنافسية حتى بين الشريك الأجنبي ذاته وبين الشريك الأجنبي والمصري. ده صحيح. كلام صحيح. يعني عندما تتنوع المصادر ده بيزود امام الخيارات للاختيار الافضل. يعني عندما كنا نقول ان السوق ان استيراد القمح مقصور على السوق الامريكي، ربما لم نعلم ان اوكرانيا او حتى روسيا كانت تقدم القمح بجوده قريبه من الجوده المصريه وباسعار اقل. هذا التنوع لا يفيد المستهلك المصري، يفيد الاقتصاد المصري. زي ما انا بنقول ان حتى التنوع ومحاولة الاقتراب من الاقتصاد الروسي هي التي أجبرت
هذا الوفد الرفيع المستوى أو المتنوع على القدوم إلى مصر للحفاظ على مصالحهم في مصر. عندما نقول أن هذا التنوع يزيد من الخيارات أمام المستهلك وأمام الحكومة، فهو بيزيد فرص الاستثمارات، بيزيد التنافسية أيضا، التنافسية بتؤدي إلى زيادة الجودة، ومن هنا في النهاية المستهلك المصري هو دائما المستفيد. وأنا يعني وفي مجال الغذاء بالذات أو في مجال السلع الغذائية كما تعلم أن المسألة بتفرق كتير جدا، والتنوع دائما بيعود بالنفع على الجميع. وتبقى مصر يعني مليئة بالموارد الهامة جدا اللي يجب وضع خريطة وضع خريطة لها لكيفية استغلالها بالطرق المثلى. الأستاذ عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم على وجودك. شكرا جزيلا. نتابع الآن أخبار المال.